والله أجيال ذكريات مدينة الموصل هي خاصة بها المنطقة القديمة اللي تربيت وعشت بها مع أصدقائي وولاد عمي وجيراني هنا. أروح الموصل اللي نهر دجلة، جامع نوري القديم، جامع النبي يونس، هذه المعالم الحضارية القديمة. والله مدينة الموصل مدينة تاريخية، مدينة حضارية، مدينة التعاون بين المجتمع والأهالي والمحبة بين الناس.